بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعديه الفيتشر اللي بعديه اللي هستفيد منه من الاف اس ار ام اللي هو الفايل سكريننج. فايل سكريننج يبقى دي تاني بوينت عندي. فايل سكريننج ايه فايل سكريننج ده بقى؟ افرض دلوقتي ان انا عندي اليوزر ثرو ذا نتورك او حتى لو على الجهاز نفسه عمال يبعتوا مثلا ملفات للفايل سيرفر ده او للفايل سيستم ده مثلا ام بي 3 صور اي بي اي او ده سوري فيديوهات اي بي اي تمام. انا عايزه دلوقتي اجبر اليوزر ان هم ما ينفعش ان هم يستخدموا اي امتدادات الا امتدادات معينه بس، ما ينفعش ان هم يكتبوا على الفايل سيستم ده الا امتدادات معينه بس، اي امتدادات تانية ممنوع تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ من فايل سكرين تمام. نمسكها من تحت فايل جروبس. ايه فايل جروبس دي؟ مايكروسوفت محترمه جمعت لي مجموعه كبيره من الامتدادات وحطتها لي جوه جروب عشان بدل ما انا ابدا احدد ايه الامتدادات اللي مسموحه او اللي ممنوعه، لا انا ممكن استخدم ايه اي جروب من دول. على سبيل المثال التكست زي مين؟ دوت تكست، دوت تي اكس تي، دوت اي اس سي تمام. الويب بيج كل دي امتدادات للويب بيج. مثلا الاوفيس كل دي امتدادات لاوفيس. الايميلات، الباك اب، الاوديو، شوفوا قد ايه حاجات، قد ايه اوديو بالهبل اهي تمام. انا ممكن ان انا اكريت فايل جروب بنفسي، يعني ممكن اقول له هنا كريت فايل جروب واسميه مثلا ديمو اوديو. والفايلز اللي انكلودد دي انا مثلا عايزه امنع اي حاجه ريليتد بالام بي 3 او الام بي 2 او الام بي 4 تمام. فهقول له ساعتها دوت ام بي، هو انا عايزه ام بي ايه بالظبط؟ ايوه استرسك تمام. وقبليها برضو تيجي هنا تقول لي استرسك، يبقى ده معناه ان لو عندي ملف ايا كان اسمه امتداده دوت ام بي اي حاجه دوت 1 دوت 2 دوت 3 دوت وات ايفر تمام دوت 4 ادي الكلام ده للفايل جروب بتاعي. بس انا عايزه استثني مثلا استرسك دوت ام بي 2 مثلا، يعني ده انا عايزه استثنيه. واضحه لغايه دلوقتي؟ انا مش هستثني حاجه من هنا، انا بس هحدد مين الام بي 3، هحدد ايه الام بي، انا اسفه استرسك اوكي. انا مسميه هنا ديمو اوديو. بعد كده ممكن اجي هنا على فايل سكرين تمبلت. انا عندي مجموعه جاهزه برضو من التمبلتس، على سبيل المثال ده فيها ايه بلوك للاوديو والفيديو وحالتها اكتف. ايه اكتف ده؟ اكتف ده معناه لو جيت اعمل عليه دبل كليك هنا كده، ده اسم التمبلت بتاعتي. اكتف ده معناه دونت الاو يوزر تو سيف ان اوثرايزد فايلز، ما تسمحش لليوزر ان هو يكتب ملفات ان اوثرايزد. انما لو انا اخترتها بس معناها ايه؟ الاو يوزرز ان هم يكتبوا الامتدادات دي بس، ده ساعتها هستخدمه ها للمونيتورنج. ايه هي الامتدادات دي؟ بصوا اوديو اند فيديو فايلز، على فكره ده من ضمن اسامي الجروبس اللي كانت موجوده هنا. لو قلت له ايديت دي كلها كانت الامتدادات اللي موجوده هنا. اسمه ايه تاني معلش؟ اوديو اند فيديو اهي، اوديو اند فيديو، وكل دي الامتدادات اللي كانت جواه تمام. يبقى انا برضو اقدر ان انا اكريت ايه تمبلت، كليك يمين واقول له كرييت فايل سيستم تمبلت. ممكن زي ما اتفقنا ان انا اكوبي تمبلت وابدا ان انا اعدل فيها، او ان انا ايه اعمل التمبلت خاصه بيا زي مثلا اقول فيها بريفنت ام بي واتف تمام. عايزاها تكون اكتف ولا باسيف؟ اكتف. همنع فيها ايه؟ ديمو اوديو. الجروب اللي انا سميته ديمو اوديو. عايز تعمله ايديت مفيش مشكله، عايز تعمل كرييت لجروب جديد مفيش مشكله. مش هو ده انا كان نفس الشكل اللي انا عن طريقه عملت كرييت لجروب تمام اوكي. تعالوا نطبق الكلام ده بقى على فايل سكرين. هكليك هنا يمين واقول له كرييت فايل سكرين. كرييت ايه؟ فايل سكرين. طيب ايه هو الباس اللي انت عايزه تطبقي عليه الكلام ده؟ انا عايزه اطبقه تحت الاي على الفولدر اللي اسمه جنرال بابليك تمام. درايف بروبرتيز فروم ذا فايل سكرين تمبلت، ولا تعملي كاستمايزيشن بنفسك؟ لا انا هقول له ايه درايف بروبرتيز فروم ذا فايل سكرين تمبلت، واقول له مثلا التمبلت اللي انا كنت مكريتها كان اسمها بريفنت ام بي 3 كريت
تمام، نص موجود عليه علامه ايه؟ غلط. كان ممكن اقول له على فكره كرييت فايل سكرين اكسبشن، يعني بدل ما امنع اسمح بالامتدادات دي. تمام، بس الاول كده هنا لو جيت على دي التمبلت اللي انا كريتها كانت اسمها بريفنت ام بي ايديت. التمبلت دي ايه اللي هيحصل فيها؟ قال لك ان اليوزر اول ما يوصل للاول ما سوري اليوزر يحاول يكتب الامتداد ده، يا ترى هتصرف ازاي؟ ممكن يبعت ايميل للادمن ايفنت فيور، صح، لوج يسر في الايفنت فيور، ارن كوماند معايا، او ان انا اعمل ريبورت اللي انا لسه ما اعرفش ايه احوال الريبورت ده. تمام، فانا اختار ايه؟ ايفنت لوج. بس بالمناسبه ده مش هيشتغل طبعا لو قلت له اوكي، بيقول لي هنا apply templates only to derived file screens that matches the original template، ولا apply template to all derived file screens، ولا don't apply template to derived. لا انا عايزه اطبقها على مين؟ كل الفايل سكرينز. تمام، بالمناسبه الاوبشن اللي انا حطيته ده ان هو يصير لي لوج يعني جوه الايفنت فيور، ولا هيعمل لي اي حاجه. لازم انا بنفسي اجي على فايل سيرفر ريسورس مانجر كونفيجر اوبشنز، واجي على فايل سكرين اوديت، واحط هنا علامه صح ريكورد فايل سكرين اكتيفيتي ان اوديتنج داتابيس. من غيرها مش هيفهم لي حاجه في الايفنت فيور. تمام، تعالوا بقى نطبق الكلام ده كده. افتح السي ام دي وادخل على المسار اللي هو الاي سي دي على بابليك فايل سيرفر يوتيل مسافه فايل كريت نيو. تمام، واسميه مثلا فايل 1.mb3 ايا كانت المساحه. قام قايل لي ايه؟ اكسس نويز. رغم ان انا لو كنت عملت الكلام ده في اي مكان تاني قال لي سكريت، صح. لو جيت انا دلوقتي بقى هنا على الايفنت فيور ودخلت تحت ويندوز لوكس تحت ابلكيشن، هو ده الاي دي بتاعه 8215. لو قرينا كده بيقول لي الادمنستريتور اتمبت تو سيف فايل امتداده ام بي 3 تو الفايل تو الفولدر اللي اسمه بابليك، ذس فايل از ان ذا ديمو اوديو فايل جروب ويتش از نوت بيرميتد اون ذا سيرفر. تمام، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه بصراحه، يعني مش هنضحك على بعض. تعالوا اعمل تاني واحد كمان كده، حاطين تعالى اطبقه تاني او تعالى ادلل ده. تمام، واقول له مثلا طبق لي الكلام ده على بابليك. تمام، واقول ديفاين كاستم، او تعالى اقول له مثلا بلوك ايمج. بلوك ايه؟ ايمج كريت. وانا عارفه ان بلوك ايمج دي لو جيت ابص فيها ادي الايمج اهو ايديت فيها كل الامتدادات اللي انا عايزاها اهو جي بي جي مثلا جي اي اف. تمام، طيب اليوزر عايز يكتب داتا بقى في الفايل سيستم ده يعمل ايه؟ تعالوا ندور على اي حاجه جي بي جي هنا. جي بي جي اهي كوبي. طبعا لو حاولت ان انا احطها في المسار ده اكسس نوت، صح، الواد هيستهبل ويعمل ايه؟ يحطها في اي مسار تاني ويغير المسار. ثانية واحدة بس اقصر الامتداد. غير الامتداد اهو، يروح واخدها كوبي او كات وات ايفر ويحطها جوه بابليك يتحط ايه. بس في حاجه، لا مش هينفع يا اشرف، لو جه يقول له هنا جي بي جي
هو ممكن يستهبل بطريقه ثانيه، كليك يمين ويقول له اوبن ويز، تمام؟ ده بيتفتح بايه؟ مفيش اي حاجه هنا تفتحه، بنت مثلا فتح ده. اي ابلكيشن يعني بيفتحه اهي. ايه ما مايكروسوفت بقى، يعني انا برضه يعني انا غلطانه لو قلت لك برضه الخلاصه اللي هيحصل في الاخر، تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للفايل سكرين. ده بالنسبه لمين؟ للاوبشن الثاني بتاع الفايل سكرين، تمام؟ ندخل بقى على الاستورج ريبورت. الاستورج ريبورت مانجمنت ده بقى عباره عن ايه؟ ايه رايك مثلا لو انا عايز اعرف لو في عندي دوبليكيت فايلز جوه الفولدر بتاعي او جوه السيستم بتاعي، يطلع لي ريبورت عنها. لو انا عندي مثلا فايل مساحته كبيره او مجموعه من الملفات مساحتها كبيره، انا عايزاه يطلع لي ريبورت عن الملفات اللي مساحتها كبيره واماكنها فين ومستغليه مساحه قد ايه، تمام؟ لو حصل عندي مثلا ان يوزر بيحاول ان هو يعمل فايل سكريننج، يعني بيكتب امتدادات مش مسموح لي بيها، يطلع لي ريبورت، تمام؟ في عندي ثلاث انواع من انواع الريبورت، اعرف انواعهم منين؟ لو جيت هنا على اسم السيرفر ذات نفسه، كليك يمين كونفيجر اوبشنز، وجيت هنا على ريبورت لوكيشن، هلاقي ان في ثلاث انواع من انواع الريبورتس ممكن تتكرر: انسيدنت، سكادجول، انتراكتيف. يعني ايه انسيدنت؟ بناء على اكشن معين، زي مثلا الفايل سكريننج، بمعنى كل ما اليوزر يكتب امتداد معين يروح متكريت ريبورت، يروح متكريت ايه؟ ريبورت، تمام؟ او سكادجول. سكادجول يعني بناء على سكادجول انا بنفذه، بقول مثلا كل يوم الساعه كذا اعمل لي ريبورت مثلا عن الملفات اللي حجمها تعدى ال 5 ميجا مثلا يعني، تمام؟ او انتراكتيف. انتراكتيف يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اللي هعمله، انا دلوقتي اللي هطلبه بالطلب، هعمل واحد ايه؟ بالطلب. تعالوا نجرب اللي بالطلب ده، وبالمناسبه الثلاثه موجودين عندي تحت السي، تحت الفولدر اللي اسمه ستورج ريبورت. لو جيت هنا تحت السي تاني، لو دخلت هنا تحت السي، تمام؟ هلاقي في هنا ستورج ريبورت. انا مش لاقيه دلوقتي الا سكادجول، كل نوع من انواع الريبورتات دي بيتكرر بيظهر لي هنا في الفولدر، تمام؟ طيب لو جيت هنا دلوقتي مثلا كليك يمين على ستورج ريبورت وقلت له هنا جنريت ريبورت ناو، ده كده ان هو انسيدنت، انا بطلب ريبورت دلوقتي. انت عايزه دلوقتي الفايل سيرفر ده يكون هنا او الريبورت ده على ايه بالظبط؟ انهي اكشن من دول؟ حدد الاكشن اللي انت عايزه. على سبيل المثال مثلا دوبليكيت فايلز، وكل واحد ليه بارامترز، كل واحد وليه بارامترز، تمام؟ في بعض البارامترز ينفع ان انا اديت فيها، وبعض البارامترز انا مش نافع ان انا اديت فيها. في بعض البارامترز ينفع ان انا اديت فيها بس على مستوى فايل سيرفر ريسورس مانجر هتسمع هنا. طب خلينا الاول في حاجه سهله، على سبيل المثال الفايل سكريننج اوديتنج، تمام؟ اديت بيقول الماكسيمم دي ستينس فايل سكريننج ايفنت اوكير، تمام؟ يعني جمع لي او اعمل لي ريبورت من اول امتى؟ من كام يوم؟ 5 ايام. حط اللي انت عايزه، تمام؟ انكلود سيلكتد يوزر، عايز تراقب كل اليوزر اول يوزر سوري، ولا سيلكتد يوزر؟ سي مثلا اول يوزر، اوكي. طب يا ترى الملف ده اقصى عدد طبعا من الملفات يتحطوا جوه الفولدر اللي اسمه انسيدنت 1000، تمام؟ والملف اللي هيتكريت ده هيبقى امتداده HTML ولا دايناميك HTML؟ دايناميك يعني لو في صور برضه تتحط، تمام؟ شوف الامتداد اللي انتوا عايزينه، الدايناميك ده رائع بصراحه كويس. طب اوكي. يو ماست بي ات ليست لازم الاول اجي في السكوب واحدد دلوقتي انا هطبق الكلام ده على انهي فولدر؟ انا هطبق الكلام ده على مين؟ انهي فولدر، تمام؟ يا اما ان انا احدده على كل الابلكيشنز فايلز، كل الباك اب، كل الجروب، كل اليوزر فايلز، او ان انا اقول له اد واحدد التارجت بايدي. سي ان انا احدده مثلا على الفولدر اللي اسمه بابليك، تمام؟ وبالنسبه للدليفري ممكن ان انا اقول له سند ايميل او سند ريبورت للفولوينج ادمنستريتور واحط له الايميل ده، تمام؟ فانا هنا هكتفي بالسكوب، اوكي؟ ام قايل لي بقول لك ايه؟ الريبورت ده جنريت ريبورت في الباك جراوند، ولما يكريت الريبورت ده تقدري ان انت تفتحيه من السيفد فايلز او الايميل،
للبعثة يعني للأدمن، ولا إن أنت عايزاه دلوقتي تستني لغاية ما يعمل له جنريشن ويتفتح قدامك؟ طب أوكي نعمل له جنريشن دلوقتي، مش هيطول نظرا بس لأن أنا إيه المساحة عندي مش كبيرة يعني. تمام، عمل لي فعلا فولدر جوه الستورج ريبورت اسمه انتراكت، ادي الريبورت اهو. تمام، قال لي هنا ايمج فايل ووز بلوكت. مين اللي حاول يعمل الكلام ده؟ الادمنستريتور. ديمو اوديو كان عندي ملف اوديو صح برضو ايه بلوك، ومين اللي حاول ان يكتبه؟ الادمنستريتور. على مين؟ على الفولدر اللي اسمه بابليك، ودي اسامي الملفات اللي هو حاول ان هو يكتبها. يبقى عمل لي فعلا جنريشن لفولدر لفايل ولا لا؟ تمام، تعالوا نجربها تاني. كليك يمين تمام جنريت ريبورت ناو، او قبل الجنريت عايز اقول لك بس حاجه، اللي انا عملته دلوقتي ده كده نوع ايه؟ انسيدنت انتراكتيف، انا اسف ده نوع ايه؟ انتراكتيف ماشي. لكن لو انا عايزاه يكون نوع انسيدنت، لو جيت على فايل سكريننج، مش هو ده الفايل سكريننج اللي انا عملته؟ طب اديت، بصوا هنا ريبورت جنريت ريبورت بالنسبه للفايل سكرين، يبقى ده ايه؟ بالطلب ده كده ها انسيدنت، ده كده ايه؟ انسيدنت. واضحة؟ يبقى كل ما ادمن يحاول يكتب او كل ما اي يوزر يعني يحاول يكتب هنا ملفات مش مسموحة هيظهر لي ايه؟ سكيدول. ايه؟ السكيدول. السكيدول؟ تمام؟ طيب لو انا جيت بالمناسبة على فايل سيرفر ريسورس مانجر كونفيجر اوبشنز ودخلت هنا على ده الريبورت لوكيشن ستورج لوكيشن ستورج ريبورت، مش احنا كنا قلنا ان كل واحده من دول اساسا ليها بارامترز؟ على سبيل المثال في بعض البارامترز فيها ما كانش ينفع ان انا اعمل لها ايديت، فتحت هنا اهي صح. يعني انا دلوقتي هكريت مثلا على الدوبليكت فايل، هكريت عندي ريبورت على مين؟ على الدوبليكت فايل. ايديت بارامترز هناك ما كانتش شغاله لكن هنا شغاله وهيسمع تحت هنا. مثلا بيقول لي الماكسيمم نمبر اوف فايلز ان دوبليكت جروب بالريبورت، اقصى عدد من الملفات اللي متكرره في الملف الواحد في الريبورت الواحد هيبقى كام؟ ماكسيمم نمبر اوف جروبس اوف دوبليكيت فايلز بالريبورت. تمام، لو انت عدلت هنا تاني هتيجي هنا على كليك يمين، لو قلت له جنريت ريبورت ناو دوبليكيت اديت هيسمع حاجه، يبقى اللي هتعمله فوق ايه؟ هيسمع حاجه. تمام، قبل ما اقول له جنريت ريبورت بقى تعالوا ان انا فعلا اكريت شويه ملفات كده تحت الاي. تمام، الملف ده الاغنيه دي مثلا، هاجي هنا كمان عشان الكوتا. كبيرت الاغنيه دي في مسارات مختلفه معايا. لو انا جيت دلوقتي هنا على فايل سكريننج كده كليك يمين وقلت له جنريت ريبورت ناو، هقول له بالنسبه للدوبليكيت فايلز تمام، واقول له السكوب بتاعي انا عايزه اراقب ايه؟ بابليك، عايزه جنريت اصلا ريبورت على بابليك اوكي، وعايزه ارنه دلوقتي مش في الباك جراوند. فتح لي اهو ريبورت، لا سوري ده اللي هو القديم. تمام، قال لي هنا ان انا عندي مجموعه من الفايلات، واحد الاونر بتاعها عبير واثنين ادمنستريتور، لان فعلا كنت كتبت الملف في الاول باسم عبير وبعد كده الادمنستريتور كبيره، انا كبيرته دلوقتي بالادمنستريتور. تمام، حجم الملفات دي قد ايه؟ اثنين صح، مساحته الاوديو 44 ميجا، وبالتالي المساحه بتاعت الاثنين دي مش عارفه قلت ليه، ده الايمج ادي الملف اهو اللي متكرر عندي. تمام، خمسه نمره تمام ام بي 4
مره اللي كتبته عبير ومره اللي كتبه الادمنستريتور. تمام. السنجل فايل مساحته 14 وبالتالي الويستد سبيس هو واخد مساحه توتال 44 ميجا، انما الويستد اللي فوق ده على فكره كان ملفات بتاعت الصوره. اللي فوق ده بتاع الصوره لان كان عندي الفولدر اللي هو رقم 25 ده كبيرته كذا مره. تمام. انما ده بتاع الاوديو. فقلنا تاني مساحه الفايل الواحد 14 ميجا، الويست 29 ميجا، التوتال 44. تمام. انا واضح ان انا كنت واخده ايه 25 كوبي 25 2، كنت واخده شويه ملفات كتيره اهي. ده بسم الله ما شاء الله، عشان بس اللي هي الفولدر اللي كنت قلت لكم عليه اللي هو 25 انا كبيرته 3 مرات. تمام. فبيعمل لي هنا ريبورت عن كل الحاجات دي اللي دوبلكيت عندي. بالنسبه بقى للسكادجول تقدر تقول له جنريت ريبورت نفس شفناها، وممكن تقول له سكادجول نيو ريبورت وتسمي الاسم اللي انت عايزه وتحدد اللي انت عايزه. طبعا تقدر تشيل كل الهيصه دي تعالى نعمل واحده كمان. يلا سي مثلا اللارج فايلز. تمام. وهسميه ده لارج فايلز ايديت باراميترز اللي اكبر من اوكي ماشي 5 ميجا، خليها 10 ميجا عشان بس ما يجيبليش كتير. هو الاغنيه كانت كام؟ الاغنيه كانت كام؟ 14. خليها ايه؟ تمام. انكلود اونلي فايلز ماتشنج ذا فولوينج لو انت عايز تحدد امتدادات معينه. اوكي. تمام. السكوب طبعا هيظهرها لي في صوره، خلاص يا عم امر الميقات. حدد الاول ان انا عايزه اطبق الكلام ده على بابليك. تمام. لو جيت تحت سيتنج اتفقنا تاني ان انا هصيرها في صوره دايناميك. دايناميك علشان كده ظهر الصور اللي هي كانت المدوره اللي فيها الوانات وكده الحاجات الحلوه دي. تمام. لو انت عايز تبع ايميل للادمن سكاديول دي ما كانتش موجوده قبل كده صح. حدد بقى السكاديول اللي انت عايزه. الساعه دلوقتي 4 زي مثلا اخليها 43. تمام. وعايز تطبق الكلام ده امتى؟ ويكلي ولا مانثلي؟ وايام ايه؟ وليمت الاور كل قد ايه؟ تمام؟ اوكي. ايوه هوقف الفيديو لغايه الثلاث دقايق اللي تعدوا وبعد كده هكمل. في حاجه بس نسيت اقولها لكم، لسه التايمر لسه التايمر ما خلصش اهو. تمام؟ نسيت بس اقول لكم ان انا ممكن اكليك هنا يمين واقول له ران ريبورت تاسك نيم. اه انا هستنى ما تقلقش، هستنى هوقف اقول لغايه ما يخلص. ايه معايا؟ بصوا هنا بيقول لي ايه دلوقتي؟ فيوت. تمام؟ عمال اضغط اف 5 برضه هوقف الاف ايه؟ برضه هوقف الفيديو لغايه ما يخلص كده يجنريت الريبورت ونكمل ماشي؟ خلص اهو معايا والسبيس كانت راننج خلص. لو جيت دلوقتي بقى تحت السين فولدر سكاديول ظهر هنا اهو الريبورت. دبل كليك. تمام. المعلومات بقى بيقول لي ان انت عندك كام ملف وكل ملف حجمه قد ايه، دي احجام الملفات اللي عندي شباب الادمنستريتور. دي الملفات الخاصه بالادمنستريتور، دي الملفات الخاصه بعبير، وكل ملف اساسا موجود عندي فين. ده الملف اللي انا كنت كريته عن طريق امر الضف صح. كل ملف مساحته قد ايه وموجود فين. واضحه؟ يبقى انا فعلا عملت جنريت كده الريبورت بيطلع لي احجام الملفات اللي حجمها كبير. اي مشاكل في الجزء ده؟ شور؟ sure.